كيف تقول لشخص أنا جائع باللغة الألمانية؟ السلام عليكم، في هذا الدرس سوف نتعلم سويا كيف نقول لشخص معين أو لشخص ما، إن كانت أمك أو زوجتك، بأنك جائع باللغة الألمانية. في هذا الدرس سوف نتعلم كل الإمكانيات والفرضيات أو العبارات أو الجمل التي يمكنها استعمالها للتعبير عن الجوع في اللغة الألمانية. أرجو أن يكون الدرس ممتع ومفيد لكم. كلمة جائع أو الجوع، كلمة الجوع أو جائع تعني باللغة الألمانية هونجا جائع، هونجريش الجوع، هونجا الجوع، هونجريش جائع. هونجا هو اسم مذكر أي دير دير هونجا، والجوع وجائع هي صفة، جائع هي صفة، هونجريش هونجريش صفة، هونجريش يعني جائع، ده هونجا اسم ويعني الجوع، هونجريش صفة وتعني جائع. ويمكن أن نقول أيضا هونجا أوف إتفاس، هونجا أوف إتفاس وتعني شاهية أو رغبة إلى غير ذلك. أي كلمة هونجا تعني عندها أو لها عديد من المعاني. المعنى الأول هو الجوع، الجوع، والمعنى الثاني هو الشهية أو الرغبة، appetit oder Lust auf etwas، شهية أو رغبة في أكل شيء معين أو في شيء معين. على سبيل المثال jetzt الآن habe ich Hunger auf Eis، الآن أشتهي مثلجات، أشتهي الآن مثلجات. jetzt تعني الآن، habe فعل haben وعندي، إيش عندي أنا، hunger رغبة في هذه الجملة، hunger تعني الرغبة وليست الجوع أو الشهية، أشتهي auf Eis. jetzt habe ich Hunger auf Eis، أشتهي الآن مثلجات، أو الآن أشتهي مثلجات، أو أرغب في أكل أو شراء مثلجات. يمكن استعمال كلمة هونجا أو هونجريش مع حرف الجر ناخ ناخ، وتعني هنا أتوق أو أمني نفسي بي، أتوق أو أمني نفسي بي. على سبيل المثال هونجا ناخ فرايهايت، أتوق إلى الحرية، تعبير رائع وجيد، هونجا ناخ فرايهايت. أو هونجا ناخ ليبة، طوق أو أمني نفسي أو أتوق إلى الحب أو أمني نفسي بالحب أو بالحرية إلى غير ذلك. وكذلك صفة هونجريش يمكن أيضا استعمالها مع حرف الجر ناخ، وتعني كذلك يتوق أو يمني نفسه بي، هونجريش ناخ فرايهايت، جائع أو يتوق إلى الحرية، هونجريش ناخ جيريشتيشكايت، يتوق أو يمني نفسه بالعدالة. فرايهايت تعني هنا حرية، وجيريشتيشكايت تعني العدالة. هذان المفردان هم مفردان مهمان في اللغة الألمانية، فرايهايت und جيريشتيشكايت. الآن لننتقل إلى الجمل.
التي يمكن استعمالها للتعبير عن الجوع أو لتقول لشخص بأنك جائع. الفرضية الأولى اشهابا هونغا عندي جوع، وتعني هذه الترجمة الحرفية عندي جوع وتعني أنا جائع. اشهابا هونغا، وهذه الكلمة هي الكلمة الأكثر تداولا في الحياة اليومية في ألمانيا أو للمواطن الألماني أو الأجانب الذين يتحدثون اللغة الألمانية ويعيشون في ألمانيا. الفرضية الثانية التي يمكن استعمالها للتعبير عن حبنا، عفوا للتعبير عن الجوع باللغة الألمانية هي ich bin hungrig، أنا جائع، عوضا عن استعمال كلمة أو اسم هونجا استعملنا هنا صفة هونجريش جائع أو جوعان. ich bin hungrig، أنا جوعان أو جائع. ويمكن استعمال أيضا فعل كنورن ويعني يمندم، كنورت دا ماجن يمندم في الداتيف، كنورت دا ماجن فهونجا تعني دا ماجن برودوزيات جورجلند لاوت als Anzeichen großen Hungers، ونعني قرقر بطنه، كنر يعني قرقر البطن أي أصدر البطن صوت، وهذا الصوت هو علامة عن الجوع أو جوع شديد. على سبيل المثال يمكن أن نقول ميا كنورت داماغن أو ميا كنورت داماغن فور هونجا، ميا كنورت The magen for hunger. يمكن أن نقول أيضا ich habe großen Appetit، عندي رغبة شديدة للأكل. ich habe großen Appetit. والآن مع كلمة جديدة، وهذه الكلمة هي لها نفس المعنى.